كنت أسألك عن ذكرياتك في رمضان معي ومع العالم الآخر ومع مشاهدينا. نعم، أنا هقول لك حاجة يا باشمهندس إسلام، أنا ما ذكرتها حتى لزوجتي سبحان الله. ولا لأولادي. لما اتفقنا رأيت رؤيا في هذا الباب، أنا مش هذكر رؤيا يعني، ولكن أسأل الله أن يكون الأمر خالصا لوجهه جل وعلا. وإحنا أمرنا أن إحنا نحدث الأخيار، وطبعا انت من الاخيار ولا ازكيك على الله، وطبعا والمشاهدين يعني الحمد لله ما هماش قدام يعني قنوات يعني والعياذ بالله سيئه، لو قدام قناه يعني لله الحمد امام منبر الحين يعني. وكاني اتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث متواتر على فكره. نعم. اقول يعني كانت بعد الاتفاق هذا كانت الرؤيا رقم 47 للنبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا اله الا هو، وما ذكرتها لاحد على الاطلاق. سبحان الله، انا اول مره اعرفها. والله الذي لا اله الا هو، يعني قبل الدخول في هذه السلسله بعد الاتفاق رايته يعني ونصحني ثم رقاني ثم مسح على راسي وظهري. أقسم لك بالله لازلت أستشعر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي وعلى ظهري، ولذلك علمت بإذن الله جل وعلا أن الله سيبارك في هذه السلسلة، وأن القبول سيكون لها بإذنه جل وعلا، ولذلك أخفيت الأمر في نفسي. يعني كانت بركة ما بعدها بركة، ودي كانت السر العظيم 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 من الله جل وعلا. وأنا بقول للإخوة المشاهدين هم أفضل مني جميعا، طبعا مش معنى اللي ربنا يرزقه بكرامة رؤية النبي يكون أفضل من الآخرين، بالعكس هم كلهم أفضل منا بإذن الله. ولكن يعني لله الحمد، الإنسان يعني إذا أخلص لله الوجهة، وبعدين أنت تشهد بنفسك يا شون سام، أنا كنت بجي من المنصورة يوميا يعني 3 ساعات رايح 3 ساعات رجوع، وأكثر لأن الزحمة طبعاً كبيرة، وأكثر من ذلك يعني العمل كان خالص لوجه الله. أسأل الله ما تقاضينا فيه فلسا ولا مليما واحدا. معلش بقى أسأل الله، أسأل الله أن يأجرنا. لا، أسأل الله أن يجعل عملي دائما خالصا لوجهه. ربنا يبارك فيك. أنا بزكيك قبل ما أزكي نفسي بهذا الأمر بإذن الله، أسأل الله أن يتقبل. اللهم أمين. ولذلك يا باشمهندس أسام أنا بقول للإخوة أقسم بالله، يعني ذات ليلة من هذا الأمر يعني وإحنا بنتكلم عن عالم الملائكة وحاجات، وكان البعض يطرح شبهات، قلت يعني يا رب أرني يعني نبي الله إبراهيم، يعني في خضم السلسلة. أقسم بالله رأيت إبراهيم الخليل بلحيته وهيئته وقميصه، وحدثني وحدثته، جيت تطاولت وقلت اللهم أرني موسى صلى الله عليه وسلم، والله رأيت موسى وكلمني وكلمته، فقلت اللهم أرني عيسى، فإن النصارى يفترون علي ويرسمون له صورا كذا وكذا، أريد أن أراه على حقيقته. أشهد الله رأيته على حقيقته، وكنا تحت شجرة وكلمني وكلمته، ولله الحمد والمنة، يعني أقول عشت يعني أياما طيبة. حقاً وزون مما أسمع، أنا أول مرة أسمع من فضلاتك. والله الذي لا أخفيت هذه الأمور، لكني يعني قلتها من باب البشارة لإخواني أنهم أفضل منا.